كشف متحدث باسم بورصة دبي للطاقة أن شركة تسويق النفط العراقية سومو باعت مليوني برميل من خام البصرة الثقيل تحميل أذار بعلاوة سعرية تقدر ب 31 سنتاً فوق سعر البيع الرسمي. وتظهر عملية البيع أن الطلب على خام البصرة الثقيل يتحسن بعد توقف شحنات التحميل في المزادات السابقة نتيجة غياب العروض. قال الأمين العام لأمانة الحكومة في بغداد مهدي العلاق إن بغداد في حل من الالتزامات المترتبة على العقود التي وقعتها شركة روس نفط الروسية مع كردستان العراق. وأضاف العلاق أنه ربما سببت الشركات حرجا لنفسها قبل أن تحرج الآخرين، متمنيا أن يتم حل المشاكل بطريقة صحيحة. قالت وزارة النفط الحالية إن مجموع صادرات العراق النفطية لشهر كانون الأول لعام 2017 بلغ 109 مليون و573 ألف برميل. وأضافت الوزارة أن الإيرادات المتأتية من النفط بلغت أكثر من 6 مليارات وحوالي 503 ملايين، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 59.35 دولاراً. قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيب نجيب إن موازنة 2018 فيها خلل كبير بعد أن اعتمدت في مشاريعها على قروض بقيمة 25 تريليون دينار من أصل 28 تريليون مخصصة للنفقات الاستثمارية. وطالبت نجيب بالعدالة في توزيع المشاريع لأن أكثرها ذهبت إلى المناطق الجنوبية. بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد لبيع العملة الأجنبية 154 مليون دولار مقابل بيع 146 مليون دولار بمزاد أمس الثلاثاء. وقال البنك المركزي إن سعر الصرف بلغ 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 39 مصرفا وثمان شركات للتحويل المالي. أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.69% رابحاً 3.88 نقطة بعد تراجع لأربع جلسات متتالية. وأغلق المؤشر عند مستوى 564.26 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية جلسة أمس. ودعم أداء المؤشر صعود أسهم 10 شركات بينما تراجعت أسهم شركة واحدة فقط. قالت وزارة النقل الحالية إن الموانئ العراقية بدأت باستيفاء العوائد والأجور إلكترونياً بعد أن كانت ورقية باستخدام النافذة الواحدة. وقالت الوزارة أنها ربطت الأرصفة بغرفة عمليات مخصصة لمراقبة حركة البضاعة ونقلها لقاعدة البيانات لاستيفاء الأجور وإنجاز المعاملات والقضاء على الروتين.